ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية أحمد، كيف تبدو لديك الصورة الآن على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟ نعم، تحياتي لكم. في البداية، الصورة على الحدود اللبنانية الجنوبية لا تزال على وضعها القائم على مدار 18 يوما. هناك حالة من التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية. منذ قليل كان هناك قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة عيت الشعب وهي في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية. هذه البلدة التي لا تزال النيران مشتعلة فيها جراء القصف بالقنابل الفسفورية مساء أمس، وحاولت وحدات الدفاع المدني الدخول إلى هذه المنطقة ولكن دون جدوى، لدرجة أن أهالي منطقة عيت الشعب استغاثوا بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل والجيش اللبناني للسماح لسيارات الإطفاء والدفاع المدني بالوصول إلى المكان وإطفاء الحرائق المشتعلة في كافة المناطق والزراعات في نطاق بلدة عيت الشعب. أيضا في منطقة ترميش تعرضت إلى قصف منذ قليل، وفي منطقة وسط في الحدود الجنوبية اللبنانية تعرضت أيضا مناطق في بلدات بنت جبيل إلى قصف مكثف خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة أيضا إلى القطاع الشرقي. فبالتالي القطاعات الثلاث على الحدود اللبنانية الجنوبية تعرض إلى قصف إسرائيلي مستمر، مما أدى إلى سقوط عدد جديد من الضحايا والمصابين جراء هذا القصف. ربما اليوم فقط هناك ثلاث ضحايا للقصف الإسرائيلي المكثف في الجنوب اللبناني وعدد من المصابين. ربما ستكون هناك إحصائية كاملة بالخسائر البشرية اليوم، ولكن بعدما يتمكن فريق الدفاع المدني من الوصول إلى الأماكن التي استهدفت بالغارات والاستكشاف الوضع والوصول إلى المصابين والضحايا جراء القصف الإسرائيلي. في المقابل أيضا تستمر عمليات النزوح من البلدات المجاورة للشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل. هذا الشريط أو ربما التوتر يتصاعد على مسافة تصل إلى 100 كيلو مترا بطول الشريط وبعمق 3 كيلو مترات في الوقت الراهن. كانت في الأيام الأولى ربما البلدات المحيطة التي في نطاق كيلو متر من الشريط الحدودي، ولكن اليوم وصلنا إلى 3 كيلو مترات من الشريط الحدودي. هناك أكثر من 25 ألف نازح من الجنوب اللبناني حتى الآن، والنازحين الذين تم تعدادهم هم من نزحوا وليس لهم سكن بديل عن المنازل. أحمد، 25 ألف أم 45 ألف؟ أما هناك يعني إحصائية عدد النازحين نازح حتى الآن لأن وأيضا إلى أين يتم النزوح؟ يعني نحن نتحدث عن الجنوب اللبناني، إلى أين يتم يعني النزوح؟ هناك حديث تقول بأنه ربما أكثر مدينتين يتم النزوح إليها هي صيدا وبيروت، هل هذا صحيح؟ نعم، هناك نوعان من النزوح من الجنوب اللبناني. هناك نوع نازحين ولهم مقر بديل للإقامة، هؤلاء لم يتم حصر أعدادهم بشكل رسمي، لا يوجد تعداد حقيقي لأعداد من تركوا منازلهم في الجنوب وتوجهوا إلى سكن بديل سواء في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني أو في العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن الأعداد التي نتحدث عنها أكثر من 25 ألف نازح، هؤلاء تركوا منازلهم وليس لهم سكن بديل عن المنازل التي تركوها، وليس لهم أي ممتلكات أو أي أمور أخرى تساعدهم على الإعاشة. كل ما لديهم تركوه خلفهم في المنازل ونزحوا من بيوتهم بأسرهم للنجاة بحياتهم من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف حياة المدنيين في الجنوب اللبناني. هؤلاء توجهوا إلى مراكز تم تخصيصها للإيواء. بالأمس كنت في قضاء صور، قضاء صور وحده، وكان هناك قرابة 7000 نازح يقيمون في مناطق متفرقة في مراكز الإيواء ولدى أسر مستضيفة في هذه المنطقة. في مركز الإيواء هناك ثلاث مدارس تم تحويلها في مدينة صور إلى مراكز إيواء. الفصول تحولت إلى غرف وتم تقسيم بعض الفصول إلى عدة غرف لتشمل وتضم عدة أسر، ويعيشون في هذه المناطق أو في هذه المراكز بشكل أو وسط أوضاع إنسانية صعبة جدا، رغم كل ما تقدمه منظمات المجتمع المدني المحلية في الجنوب اللبناني أو أيضا المنظمات الأممية من دعم لهؤلاء النازحين. فبالتالي أعداد النازحين تتزايد، هناك مخاوف من استمرار التصعيد واستمرار القصف ليصل إلى بلدات أخرى وبالتالي تصل إلى نطاق أوسع، فتكون الأمور الإنسانية في هذه المخيمات أو في هذه المراكز للإيواء أصعب، وبالتالي يصعب تقديم كافة الخدمات التي تقدم حاليا لمراكز الإيواء.